يقول هذا السائل تاج الدين: هل صحيح بأن قول بأن من قرأ الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر في النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا مات مات شهيدا إذا قرأها في المساء صلى عليه 70,000 ملك وإن مات مات شهيدا؟ لم أرى هذا ولم أقف عليه، ولكن لا بد إذا أردت أن تعرف فضائل السور والآيات أن تقف على أسانيدها ومن رواها من الحفاظ ومن الذي خرجها كتب الحديث. ما كل ما وجدت مكتوبا تأخذ به، فإن المخرفين والكذابين والوضاعين كثيرون، خصوصا لما جاءت الجوالات والأمور والشاشات، فإن أهل الشر نشطوا في إدخال هذه الأمور على الناس. فلا بد من التأكد إن كنت تستطيع الرجوع إلى كتب أهل العلم كتب الحديث، وإلا فاسأل أهل العلم عن هذه الآثار وهذه الأحاديث. نعم.